الفقرة دي عن منتخب الجولف للناشئين اللي شاركوا في كتير من البطولات الدولية. هنتعرف على مشوارهم كمان خلال الفترة اللي فاتت واستعداداتهم للبطولات اللي جاية. تخيل في البداية نرحب بيهم يعني راني الطويل لاعب منتخب مصر لجولف الناشئين. بونجور يا راني، اسمك حلو على فكرة جدا. شكرا. وتاليا كمان طبعا، برضو تاليا لعيبة برضو في او لعيبة منتخب مصر لجولف الناشئين، برضو اسمك حلو جدا يا تاليا، نورنا بجد النهاردة. اسمائكم حلوة وانجازاتكم حلوة وانتم شباب حلو ومنور ويفرح، منورين الدنيا، سعداء بوجودكم معانا في 10 الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نبتدي الموضوع من اوله خالص، من اول ما قررتوا ان انتوا هتمارسوا هذه الرياضه تحديدا، القصه ابتدت معاك ازاي يا راني؟ كان في المدرسه افتر سكول، فرحت وجربت كده. المدرب هناك قال لي، شافني كويس يعني، فقال لي تعالى جرب العب جولف بجد، عشان هناك في المدرسه كانت بمضارب بلاستيك وكور تنس. فهو عجبني، شافني ان انا بعرف العب يعني، فاخدني على الملعب وخلينا ابتدي بقى من هناك. اوكي، البدايه جت من هنا. وانت يا تالي؟ انا كنت بلعب سكواش لمده طويله، قعدت تقريبا 6 سنين بلعب، واختي التوين كانت بتلعب جولف، فروحت معاها مره كده اجرب اللعبه، ومن ساعتها يعني اتبسطت وكملت. اوكي، بعدين انت قطعتي شوط في السكواش يعني. 6 سنين برضو شويه حلوين يعني. ايوه، بس هي الرولز مختلفة، اللعبة مختلفة، ايه اللي خلاكي تحولي من برضو سكواش لجولف يعني؟ والله لقيت اللعبة عجبتني، وهي برضو لعبة فردية، وانا بحب اللعب الفردي عشان بعرف اركز لوحدي وابلان كل حاجة مع نفسي، فلقيت برضو ان اللعبة دي شبه السكواش شوية فاتبسطت فيها. الجولف شبه السكواش؟ انا بحس الجولف، وانتوا صلحوا لنا، لان ناس كتير مش فاهمه قوي رياضه الجولف، يقول لك هي رياضه ما فيهاش حركه قوي، مش محتاجه قوي يعني جهد بدني اصلا، بسيطه، التركيز فيها اعلى. هل الكلام ده مظبوط ولا الموضوع مش كده خالص يعني؟ خلينا نسمع. لا، هو بصراحه الجولف لعبه صعبه قوي. ممكن الراوند بتاعتنا بنلعب 18 هول، ال 18 هول دول ممكن يطولوا مثلا 5 ساعات ومشي، ومحتاج التركيز في كل ضربه، فبصراحه الجولف مش لعبه سهله يعني خالص. دي صعوبتها الوحيده، فكره ان انت بتقعد في الجيم الواحد عدد طويل من الساعات. الصعوبات الاكتر بتبقى في دماغك بقى وانت بتلعب، يعني تفكيرك بقى وانت بتلعب، وكل الحاجات اللي بتحصل في دماغك. اوكي، طب هي عموما بتحتاج ايه يعني؟ الرياضه دي بتبقى محتاجه اكتر تركيز ولا حسن تقدير للمسافات مثلا وللزوايا اللي انت هتضرب بيها يعني؟ عشان انا مش فاهم قوي تفاصيلها، ففرصه اتعرف منكم على تفاصيل الرياضه دي. يعني هي طبعا محتاجه صبر، تبقى انك تقدر يعني تتمكن بقى من كل ضربه، واللي انت تتعصبش لو ضربت ضربه وحشه، وانك تفضل متمكن بلعبك على الراوند كله عشان تقدر تخلص يعني راوند حلو. اوكي، طب هو اصلا يعني انت كنت بتلعب رياضه غير الجولف في البداية؟ كنت ألعب كورة وكاراتيه. اوكي، وكان كده كده في عدد ساعات معينة لتدريب الجولف، وفي لايف ستايل معين برضو. خلينا نعرف منكم، لأن خلي بالك الجولف نسمع عنها كرياضة في مصر بشكل كبير، بس ما نسمعش إن هي محققة إنجازات كبيرة، يعني ما شفناش مثلا الرياضة دي داخلة في بطولات كبيرة مصر بتشارك فيها وحققت نتائج. فدي نقطة عايزة أتكلم معاكم فيها، كنتوا بتلعبوا رياضات تانية وبقيتوا في الجولف، هل أنتوا شايفين في فيوتشر، في مستقبل ده عايزين تحققوه؟ برضو عايزة هو بصراحة احنا الاتحاد بتاعنا يعني بيحاول يكبر اللعبة جامد قوي في مصر، عندهم بروجرام لجونيور ديفلوبمنت حلو قوي، فده برضه هيساعد اللعبة تكبر في مصر. يعني في انتوا بانيين على قدام ان يكون في اختلاف قدام، وراني برضه نفس الفكرة. طب ليه ما كملتش مثلا في كاراتيه او حاجات تانية او كورة زي ما انت كنت بتلعب؟ ما لما بدأت الجولف اخذ وقت كتير قوي من وقتي، ف ما قدرتش اكمل في بقيه الحاجات، فكنت احب الجولف قوي. بص، هو لو باشن خلاص محدش طبعا يقدر يدخل، الباشن مهم جدا في اي رياضه، بس هي الفكره ان انتوا كنتوا بتلعبوا حاجات يمكن تانية، فالشفت ده برضو كان اكيد مش سهل يعني. العيله عندكم كانت اوكي مع القرار ده ولا؟ بالعكس، انا يعني مامتي وبابايا هم اللي كانوا عايزيني اجرب الجولف واكمل في الجولف، فلما رحت وجربت اتبسطت فكملت. حد منهم في العيله بيلعب؟ لا لا. طب خلونا برضو نعرف كده على يعني نتعرف على جانب من انجازاتكم في رياضه الجولف، سواء محليا او يعني دوليا، في حال مشاركتكم في بطولات دوليه. تعالى نتعرف عليك انت الاول يا راني من الزاويه دي. يعني اهم البطولات اللي انت شاركت فيها، اهم المراكز اللي حققتها في الرياضه دي. في بطوله العرب اللي فاتت، فريق تحت 15 جينا المركز الثاني. اوكي، كانت متنظمه في مصر ولا في دوله ثانيه؟ لا، في تونس. في تونس، اوكي.
وفي الأردن في 2021 جيت المركز الثاني تحت 15. اوكي هايل، برافو. وانت يا تالي؟ انا من سنتين برضو مع راني شاركت في بطولة الأردن في السيدات وكسبت المركز الأول. اوكي. والسنة اللي فاتت في بطولة العرب في تونس جيت أول مقرر اللي هو الثاني يعني. هايل ما شاء الله.